نعم، وأنا سأبدأ معك مباشرة بهذه الرشقة الصاروخية. منذ 3 دقائق الضباب وكثافة الغبار الذي هو أمامنا مباشرة يعكس أو يمنع رؤية الصورة بالضبط. منذ 3 دقائق كما أشرت كان هنالك رشقة صاروخية من الجانب اللبناني باتجاه مسقف عام. نحن بالعين المجردة استطعنا أن نرى كثافة للدخان تخرج في هذه الأثناء من هذا الجبل الذي هو أمامنا مباشرة. الزملاء قالوا لي لأن هنالك صعوبة في عملية التقاط الصورة بالكاميرا لأن كثافة الضباب يخيم على المنطقة، بالإضافة إلى أنه كان قبل ذلك 3 غارات إسرائيلية توزعت هذه الغارات ما بين جوية الوردانية وأيضا تبنين. في الوردانية تتحدث المعلومات عن سقوط عدد من الإصابات ما بين الضحايا وجرحى. كان لافتا الصور التي وصلت على عجالة من تلك المنطقة أن الاستهداف كان باتجاه حي مدني في المنطقة. الوردانية تعتبر من الخطوط الخلفية لقاعدة الإيواء للاجئين وللنازحين من جنوب لبنان، بالإضافة أيضا إلى أنه في جوية كذلك الأمر. ومنذ حوالي 2 دقيقتين كان الطيران الحربي وتحديدا على مستويات متوسطة ومنخفضة هو يمر من هذه البقعة التي على تماس الحدود، ثم بعد ذلك يتبين إلى سقوط عدد من الغارات. أتى الآن عاجل عن إصابة وقوع ضحيتين في بلدة بنين بعد استهداف لدراجتهم. نعمل أيضا على المقاطعة لأن هذا مصدر أتى سريعا. كنت قد أشرت معك إلى أن الغارة الثالثة هي كانت على تبنين لكي أنظم الغارات. جوية الوردانية تبنين، في الوردانية كما أشرت عدد كبير من النازحين، والآن هذه الصور للراجمة الصاروخية التي انطلقت من جنوب لبنان باتجاه مسقف عام وكانت سفارات الإنذار. طيب، قد وبهذه النقطة أنتقل إذن إلى شمال. الدخان لا يزال يتصاعد إسرائيل من النقطة التي نحن فيها. نعم، حيث الحدود الشمالية الإسرائيلية حيث مفاد الحدث رائد الأغبر الرائد. ما هي أيضا التطورات لديك بعد هذه الرشقة الصاروخية من قبل اللحظات باتجاه مسقف عام شمال إسرائيل؟ نعم ضحى، هنا الوضع متوتر تقريبا، حيث بين الفترة والأخرى تطلق صافرات الإنذار في المستوطنات الحدودية مع جنوب لبنان قبل دقائق، كما أسلف زميلنا محمود أطلقت صافرات الإنذار أيضا في منطقة كريات شمونة وفي مسقف عام. المنطقة إصبع الجليل بمعظمها تشهد رشقات صاروخية متتالية، يعني بين ساعة وأخرى عدة رشقات. الصباح أعلن الجيش عن 20 صاروخا تم اعتراض بعضها والبعض الآخر سقط في مناطق مفتوحة كما يقول الجيش. نسمع طبعا صوت يعني المدفعية التي تضرب بعد سقوط الصواريخ، ونرى الدفاعات الجوية، ونتحدث هنا عن القبة الحديدية التي تعترض بعض الصواريخ في هذه المنطقة وهي إصبع الجليل الأكثر سخونة بين الجانبين الإسرائيلي وحزب الله. كيف هي كيف تعمل القبة الحديدية اليوم بعد أن أربكتها هذه الرشقة الصاروخية التي وصفت بالأكبر بالأمس ولم تستطع صد كل هذا العدد من الصواريخ بالأمس؟ وفي الحقيقة سقط بعضها في بعض المناطق والتي نقلناها على الهواء مباشرة، نقلنا حجم الخسائر أيضا فيها. نعم، هذا طرح هام ضحى، لأن اليوم أيضا تم إطلاق صاروخين استراتيجيين نوعا ما نحو حيفا وكايسيريا وأيضا منطقة الخضيرة، حيث هناك يعني بئر غاز وأيضا هناك محطات لإنتاج الطاقة. كان حزب الله يستهدف بصواريخ متوسطة المدى مراكز حيوية تابعة لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض هذان الصاروخان وقال بأنه تم اعتراضهما لكن استعمل مقلاع داوود. بالفعل المنطقة حيفا وما بعدها نتحدث عن أكثر من 40 كيلومتر والحديث عن الخضيرة وهي قريبة من تل أبيب، فهذا يعني بأن يعني رقعة المعارك توسعت، بات حزب الله يقصف مناطق أبعد بكثير من المناطق الحدودية هنا، وهذا يشير إلى أن المنطقة مقبلة على يعني معارك ربما تكون أكثر سخونة. في حيفا يعني تم تعليق الدراسة والآن الدراسة تكون عن بعد في المدارس في حيفا والبلدات والمستوطنات المحيطة بها، وكذلك المستشفى القريبة مستشفى صفد أعلنت أنها استقبلت 18 مصابا من الجنود الجيش الإسرائيلي، أعلن عن إصابة 3 جنود صباح اليوم بينهما إصابة خطر. فقط دعني رائد أنوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن الشرطة الإسرائيلية التي تتحدث عن إصابة 6 أشخاص وسط إسرائيل في عملية طعن. إذن إصابة 6 أشخاص وسط إسرائيل بعملية طعن وتحييد المنفذ، هذا نقلا عن الشرطة الإسرائيلية. إذن مرة جديدة هذه الأخبار العاجلة التي تريدنا الآن من الإعلام أيضا الإسرائيلي وتتحدث عن منفذ عملية الطعن قتل 6 أو أصاب 6 أشخاص وسط إسرائيل وأن الشرطة الإسرائيلية قامت بتحييد المنفذ. نبقى في متابعة لكل جديد يرشح عن عملية الطعن هذه وموقعها وما أسفرت عنه من مصابين أو إذا كان هناك أيضا قتلى. رئيس سعود إليك، ولكن سأذهب مرة جديدة لمحمود. محمود، كان هناك أيضا معلومات من إسرائيل من الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن طائراته هاجمت في خلال 24 ساعة فقط 185 موقع تابع لحزب الله. هذه المواقع أين تتركز إذا كان لديك معلومات؟ يعني هل نتحدث عن الحدود، عن جنوب لبنان، أم نتحدث عن الضاحية الجنوبية؟ عن ماذا يتحدث الجيش الإسرائيلي من متابعتك؟ أقله إذا ذهبنا إلى بقعة الاستهدافات على الأرض جغرافيا، فنحن نعلم إلى أن هذه الاستهدافات هي على 3 محاور كما أشرت معك. المحور الأول على تماس الحدود كهذه المدينة التي هي أمامنا مباشرة، الخيام أيضا باتجاه العمق من علم الشعب وصولا إلى الناقورة. العمق الثاني هو الذي جرى منذ بعض الوقت باتجاه تبنين هي تبعد عن الحدود حوالي 20 إلى 25 كيلو متر على الحدود كخط بري وليس كخط نار، بالإضافة أيضا إلى العمق الأكبر كالوردانية التي تحدثنا عنها في العمق وهي التي تحولت إلى مراكز للإيواء. وبهذه المناسبة أريد أن أشير إلى أن المعلومات تتحدث عن استهداف للشق في الوردانية أدى إلى سقوط هذا العدد من الإصابات، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية وصولا إلى البقاع. البقاع تتمحور عمليات الاستهداف ما بين البلدات والقرى في داخلها على أطرافها وأيضا في البقع الجغرافية. عندما نتحدث عن بقع جغرافية في العمق كجرود النبيشيت، جنطة، ماسة، يحفوفة، يذهب سريعا إلى أنها بطبيعة الحال وليست سرا هي مواقع عسكرية تقليدية لحزب الله منذ ثمانينات القرن الماضي، أي ما يقارب 45 سنة. أو عندما نتحدث داخل البلدات والقرى، هنا تقع الإشكالية الكبرى على مستوى الإصابات بصفوف المدنيين. لماذا أيضا؟ لأن إذا ذهبنا إلى التحديثات في وزارة الصحة، هي قالت مع الصباح إلى أن العدد قارب 2100 من حيث الإصابات، وجل هذه الإصابات جزء منها في صفوف المدنيين. أعود معك إلى الرشقات الصاروخية الآن التي تحدث، الصفارات الإنذار. سيمكن أن نذهب إلى الزميل رائد لأن الصواريخ يبدو إلى أنها وصلت إلى عنده في هذه الدقيقة. طيب رائد، نتابع الوضع من ناحيتك.
رائد؟ طيب اسمعني رائد يمكن؟ لا. طيب إذا نحن نتابع إذا هذه الأوضاع المتوترة على الحدود الشمالية لإسرائيل الجنوبية للبنان، وأيضا نحاول أن نتعرف على أي جديد فيما يتعلق بعمليات الطعن الأخيرة في وسط إسرائيل والتي أسفرت عن 6 مصابين. لا نعلم بالتحديد إذا كان هناك قتلى، وتم تنفيذ أو تم تحييد المهاجم حسب الشرطة الإسرائيلية. أعود إليك محمود، وأي جديد رصدته على الجبهة؟ نعم، هذه الرشقات الآن على ضواحي حيفا، هذه الرشقات التي خرجت من الأراضي اللبنانية تستهدف ضواحي حيفا وخليجها. كنا ذهبنا إلى الزميل رائد على قاعدة إلى أنه وراء الحدود، يبدو إلى أن بحسب المعلومات التي وصلت سريعا إلى أنها بضواحي حيفا، بما معنى. والآن يسمعني رائد ما الجديد لديك؟ 45 إلى 50 كيلومتر. نعم رائد إليك. نعم، رشقة صاروخية يعني على مدينة حيفا والمستوطنات والبلدات التي حولها. حتى الآن ليس هناك أي أنباء لأن الحدث تم الآن. صافرات الإنذار تدوي في مدينة حيفا وتلك المناطق. بالفعل الرشقات الصاروخية تبدأ يوميا من الساعات الصباحية، تبدأ في الجليل الأعلى هنا والجليل الأسفل. إصبع الجليل بشكل عام يشهد تطورات كبيرة، وباتت رقعة المعارك كما أسلفنا أوسع بكثير، حيث أن الصواريخ باتت تصل إلى حيفا. وأنت تتحدث الآن رائد، نحن نعرض هذه الصور المباشرة لحيفا واستهدافات جديدة على حيفا الآن بعد استهدافها بشكل كبير الأمس. إذن هذه صور ننقلها لكم إذا مشاهدينا، هي على الهواء مباشرة من حيفا، ونرى سحب الدخان تتصاعد ربما من بعض المناطق. إذا نتابع إذا مشاهدينا في هذه الصور المباشرة هذه السحب إذا من الدخان كما نرى الآن، وكنا تابعنا بالأمس أيضا مباشرة على الهواء رشقة صاروخية من حزب الله وصفت بأنها الأكبر وكانت على حيفا ومحيطها. واليوم كان هناك أيضا تطور كبير فيما يتعلق باستهداف قيصرية حيث منزل نتنياهو وأيضا حقل للغاز. إذن رشقة صاروخية على ضواحي حيفا وخليجها كما نشاهد في هذه الصور المباشرة. رائد نتابع معك الصورة، وإذا كان أي معلومات أو تفاصيل رشحت لديك. نحن تابعنا انطلاق هذه الصواريخ من ناحية الجنوب اللبناني ورصدها لنا الزميل محمود شكر، والآن تصل إلى حيفا على الهواء مباشرة أيضا ونتابعها معك في هذه الصور. رائد؟ نعم ضحى، السؤال لي. ليست هناك أي معلومات حتى الآن، لم يصدر لا الجيش الإسرائيلي ولا المصادر العسكرية عن نتائج هذا القصف، لكن غالبا كما أسلفنا هي صواريخ استراتيجية متوسطة المدى، القبة الحديدية لا تستطيع اعتراض هذه الصواريخ، لكن تستعمل هنا يعني المنظومة الدفاعية وهي مقلاع داود لاعتراض صواريخ أكبر من جانب حزب الله. بالأمس كما أسلفت كان هناك قصف لحيفا وكانت كثافة بالصواريخ، العدد يعني أكثر من 100 صاروخ في ضربة واحدة، وهذا يعني بأن المنظومات الدفاعية لا تستطيع اعتراض كل هذه الصواريخ وما يتسبب بإصابة أهداف بعينها. هنا لابد من الإشارة، ربما لدينا عاجل.
حول 50 صاروخا، 50 صاروخا أعلنت المصادر العسكرية أطلقت من جنوب لبنان، استهدفت مناطق في حيفا والبلدات المحيطة بحيفا. الدفاعات الجوية الإسرائيلية عملت على اعتراض بعض هذه الصواريخ، لكن 50 صاروخا رشقة كبيرة، وهذا يعني أن الدفاعات الجوية لا تستطيع اعتراض كل هذه الصواريخ، وبالأغلب بأن بعض الصواريخ سقطت على أهداف بعينها وربما تكون سقطت. وسنتابع معكم إذن، ننتظر. نعم سنتابع معكم إذن ما خلفته هذه الضربة أيضا اليوم أو هذه الرشقة الصاروخية. شكرا جزيلا لكما مفعد الحدث رائد الأغبر، كنت معنا من الحدود الشمالية الإسرائيلية ومن جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر، شكرا جزيلا لك.